بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من على مسؤوليتي، لقاء يتجدد اليوم وعدد من الموضوعات والقضايا كالمعتاد، مرحبا بكم. مبادرة جديدة في سوق المبادرات اللي بقى رائج هذه الأيام، بالأمس طرحت مجموعة التوافق الوطني إعلانا دستوريا جديدا للساحة السياسية، يضاف إلى سجل حالة السيولة من الإعلانات السياسية ومن المبادرات المطروحة وحتى الآن لا حلول. يعني المبادرة دي تضمنت بعض الأشياء الجديدة اللي خلقت أزمة جديدة بين المكونين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوى الحرية والتغيير الوفاق الوطني. هذه المبادرة المطروحة أو الإعلان السياسي، هم سموه إعلان سياسي طبعا ما مبادرة، باعتبار أنه هم حاكمين يعني أو هم الحاضنة السياسية، فبالتالي ليست مبادرة وإنما إعلان سياسي جديد فيه بعض الأشياء الجديدة التي ضمنت، يعني منها رفع حظر ترشيح شاغلي المناصب الدستورية. ده كان جزء من الوثيقة الدستورية السابقة، إنه كل الذين شغلوا حقائب دستورية في الفترة الانتقالية لا يحق لهم الترشح في المرحلة ما بعد الفترة الانتقالية اللي هي مرحلة الانتخابات. فبالتالي من ضمن ما تضمن الإعلان الجديد هو رفع حظر ترشيح شاغلي المناصب الدستورية في الفترة الانتقالية وتقاسم السلطة. أغرت هذه الورقة التي قدمت تقاسم السلطة مع القوات المسلحة، كلام ده هم قالوا، وتحدث فيه مبارك أردول، وتحدث فيه اللي هو الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، وتحدث فيه مناوي، فأنهم لا يروا أي مشروعية لشراكة في الفترة الانتقالية ما لم يكن الجيش جزء أساسي، وبرروا أنه الجيش وقائد الجيش لم يقل أنه خرج من العملية السياسية وإنما خرج من عملية التفاوض التي يعني انخرطت فيها القوى السياسية عبر المبادرات التي تمت في الفترة السابقة، والحقيقة لا نتيجة، إنما ما طرح هو موقف جديد. المعروف أنه الوفاق الوطني أو مجموعة التوافق الوطني هي أيدت قرارات 25 أكتوبر وواصلت في الشراكة في السلطة اللي هي فيها مجموعات التابعة للحركات المسلحة اللي هي أساسا شريكة مع بعض القوى الأخرى. طيب، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هو الآن بصارع أيضا للوصول للسلطة دون النتيجة، يعني الآن أكملوا عام كامل من 25 أكتوبر وحتى اللحظة يحاول وتحاول قادة المجلس المركزي لقحط الوصول للسلطة بلا نتيجة، فبالتالي هم أكيد رافضين للإعلان السياسي الجديد اللي طرحته مجموعة التوافق الوطني. مجموعة التوافق الوطني قدمت معالجات، أنا أفتكر إنها معالجات معقولة في التواصل مع القوى السياسية الأخرى، رفضت إبعاد القوى السياسية، رفضت فكرة إبعاد الجيش من الساحة السياسية باعتبار إنه أمر غير ممكن، وقالوا إنهم بيتحدثوا بمعقولية ومنطقية، يعني ما دارين يدخلوا في مزايدة سياسية ما عندها نتيجة. أفتكر إنه من ناحية صحيح في واقعية في التعامل مع الملف يعني. طيب، هم رافضين طبعا للتوافق الوطني وبيعتبروها هي أيدت الجيش وأيدت الإجراءات 25 أكتوبر، وبالتالي هي عدو حقيقي وأساسي لهم يعني. طيب، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير بابكر فيصل عقد مؤتمر صحفي وهاجم فيه مجموعة التوافق الوطني، وقال إنها أداة يستخدمها العسكر لتحقيق الأهداف الإنقلاب، وأنهم بيرفضوا الإعلان الدستوري المقترح من جماعة التوافق الوطني، وأنهم حيتصدوا لأي خطوة أحادية من العسكر وحلفائهم، وقال لا يمكن لقوى تقول أنها تدعم الانتقال المدني الديمقراطي وتطالب بتقاسم السلطة مع الجيش. واعتبر بابكر فيصل الإعلان الدستوري بأنه هو يعني امتداد لمبادرة الشيخ الطيب
الجد، موضحا أن كثرة المبادرات تخدم الانقلاب بإغراق الساحة السياسية في العديد من الأطراف، مما يعني منح العسكر سلطة قيادة الشأن السياسي. طيب، من ناحية طبعا الكلام ده ما منطقي، إنك أنت تقول هم عايزين يدوا العسكر شرعية وإنت ما عندك شرعية يا بابكر فيصل، ولا جيت بانقلاب، ما جيت بانتخابات، فبالتالي لا يمكن إنك أنت تتحدث عن انقلاب أو ترفض التقاسم مع الجيش، يعني باعتبار إنه أنت أصلا مشروعيتك قائمة على الوثيقة الدستورية اللي وقعها معك الجيش، فبالتالي لا يمكن إنك أنت تكون عايز تقصي كل الأطراف بما فيها التوافق الوطني والعسكر والطيب الجد والمجموعات اللي انضوت في تحالف أو في مبادرة أهل السودان، فبالتالي ده كلام ما منطقي يعني. فهكذا هو بابكر فيصل يعني يقرط خارج السرب ويتكلم في أشياء غير موضوعية ومنطقية، مثله مثل الآخرين في المجلس المركزي لقحط اللي هم جنوا يعني جنون بعد إبعادهم ونزع السلطة منهم، فبالتالي بيقوا يتحدثوا بهذا الشكل. طيب الناس يعني وتقديرا للحالة بتاعت الغيبوبة السياسية لكثير من القوى السياسية، خاصة يعني المجموعات المنضوية في تحالف القحط المركزي، فربطوا الناس هذا الأمر ب يعني السيول الفيضانات والنكبة الأخيرة دي، إنه الدول الخارجية والمنظمات والمجتمع الدولي بساعد السودان في الكارثة دي، بينما يعني القوى السياسية السودانية متصارعة للوصول للسلطة. فكانت المقارنة في السفير القطري، يعني أنا أفتكر أنها كانت مقارنة وجيهة ومنطقية ومطلوبة، إنه السفير القطري يصل بطائرة مروحية إلى مناطق عزلت السيول والفيضانات في المناجل ويقدم المساعدة للمتضررين. في الوقت ده القوى السياسية التحالف الوطني بيقيم مبادرة وإعلان دستوري، هناك مبادرة من نداء السودان، هنالك الحزب الاتحاد الأصل أيضا يقدم مبادرة، والحرية والتغيير عندها مؤتمر صحفي. فجاءت المقارنة بين سفير دولة بيمشي بيخدم في أهلنا في مناطقهم هم في الظروف دي في الوضع الكارثي ده بعد النكبة، وبين القوى السياسية اللي بتتصارع كلها على بكرة أبيها على تقاسم السلطة. دي المفارقة هنا، يعني كل المجموعة دي همها إنها ترجع للسلطة، عايزين يبعدوا الناس، عايزين يقصوا الناس، وكلهم عايزين يجوا للسلطة زي ناس بابكر فيصل والمجموعة دي. طيب السفير القطري يقدم مساعدات، السفير السعودي يقدم مساعدات، مصر تقدم مساعدات، كثير من الدول اللي حولنا قدمت مساعدات في النكبة الأخيرة، لكن جماعتنا جماعة قحط وجماعة القوى السياسية بشكل عام هم كله في السلطة. الأزمة والكارثة دي ما حركت فيهم ولا حاجة. طيب مريم الصادق المهدي في رفاعة ولاية الجزيرة، نحن في الأزمة دي وهي بتتكلم عن الانقلاب، مريم الصادق المهدي بتتكلم عن الانقلاب وفشل الانقلاب، وفي مقطع وفيديو بتقول إنه الانقلاب فشل بفعله وباعتراف من قام به. طيب وقال نحن لا نتحدث عن إنهاء الانقلاب، والشعب منصور وقدم الشهداء والتضحيات منذ انقلاب 25 أكتوبر، والانقلاب انهزم باعتراف أهله ونحن في مرحلة التسليم والتسلم. دي مريم الصادق المهدي في رفاعة أمس، وهناك التوافق الوطني وهناك سفراء يقدمون المساعدات للسودانيين، ودي بتتكلم عن مرحلة التسليم والتسلم وكأنها جاءت بانتخابات أو جاءت عبر شرعية. هذه هي مريم الصادق في غيبوبة السياسية. خلونا نشاهد ماذا قالت مريم الصادق ثم نعود. بنتكلم في الراهن السياسي. الراهن السياسي يا أحباب أنا عايز أقول لكم تغيروا اسمكم، أنتوا ما الغرفة المشتركة لإنهاء الانقلاب. الانقلاب انتهى، الانقلاب انتهى بفشله، الانقلاب انتهى بفعله، والأهم الانقلاب انتهى باعتراف القامو بيو. بالتالي أن إحنا ما نتحدث عشان نتكلم عن الراهن السياسي
ما بنتحدث عن إنهاء الانقلاب. شعب منتصر، شعب منصور، قدم الشهداء اللي هم أشرفنا جميعا لهم التحية، قدم الناس بعرقهم وبجهدهم وبمالهم وبتضحياتهم الجسيمة بجسمهم وبالمنافحة المستمرة بوعي في الشوارع، حرس ثورته وحرس معانيها بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان على الأقل منذ اللحظات الأولى من الانقلاب في يوم 25 أكتوبر. بالتالي كان لا محالة ينتصر. الآن شعب منتصر دحر الانقلاب، الانقلابيين أنفسهم تحدثوا عن الأمر واعترفوا به. نحن الآن في مرحلة أخرى، نحن في مرحلة التسليم والتسلم. ده الوضع الراهن، الوضع الراهن التسليم والتسلم. طيب دي مريم صادق المهدي وهي في رفاعة وبتتحدث عن الانقلاب وعن النصر والانتصار وهزيمة الانقلاب وأنها ستعود إلى السلطة لأن الانقلاب انهزم وهي في مرحلة التسليم والتسلم. بالله العظيم شوفوا الغيبوبة دي اللي فيها مريم واللي فيها أبا بكر فيصل هناك واللي فيها المجموعة بتاعت المجلس المركزي لغو الحرية والتغيير. إخوانا الناس دي ما عايشين في السودان ده، ما شايفين الحاصل، الناس ما عندهم تجربة سياسية قبل كده، ما عندهم خبرة سياسية، ما عندهم فهم، ما عارفين التحولات الإقليمية والعالمية والوضع الموجود في السودان عشان يقدروا يتعاملوا معه ويتواكبوا معه. ما الحصة والدرس بتاع الأربع سنوات دي ما كافية لأنه الناس يستوعبوا الدرس. يعني مريم جاية الآن بتفتش لها بطولة، مريم المسكينة الآن هي جاية عشان تفتش لها عن بطولات بتاعة انقلاب ودحر انقلاب وهزيمة انقلاب، والبلد كلها مهزومة وهي مهزومة وتحالفها مهزوم. يعني من المنتصر في الحالة دي اللي احنا بنعيشها في السودان؟ طيب مريم بتكلم عن تسليم وتسلم، يا تسليم وتسلم من اللي بيسلمك تاني سلطة؟ السلطة دي جاتكم فرصة بعد توقيع الوثيقة الدستورية، جاتكم فرصة على طبق من ذهب، انت ومن معك، وانت بقيتي وزيرة الخارجية واستلمت السلطة واستلمت البلد في شراكة مع العسكر، ما استوعبتوا الحالة اللي انتوا فيها والتحدي اللي انتوا فيه وفشلتوا وأسقطتوا، فبالتالي هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى. يعني الفرصة اللي جيتوها يا مريم أنتم وغيو الحرية والتغيير لن تتكرر حتى بالانتخابات ولا بالانقلاب ولا بأي عطية أو عطايا في هذه الدنيا، لا يمكن أنه تتكرر هذه الفرصة. فبالتالي أبحثوا عن أدوار بطولية جديدة، لا يمكن حديث عن انقلاب وحديث عن تحول وتسليم وتسلم. كيف تسليم وتسلم؟ أنت أصلا يعني ما ما ما, ما, ما ما لا جيت بانتخابات، لا أخذت فرصتك بتاعت فترة انتقالية دمرت فيها البلد عايز ترجع تاني؟ مستحيل، يعني صعب. طيب مريم هي بتتكلم عن الانقلاب وفشل الانقلاب والمجتمع الدولي وأمريكا، طبعا هون النازل ناس مجتمع دولي، أمريكا معانا، فرنسا معانا، بريطانيا معانا، ده كلام. شفنا جعفر حسن قبل كده سفارة ومشى أمريكا ومشى الكونغرس ومشى وين. طيب وبقول الانقلاب ده انتهى وانهزم وإن هم في مرحلة التسليم والتسلم. طيب هم في مرحلة التسليم والتسلم والانقلاب اللي واقفة وراءه أمريكا اللي هزمته اليوم. أمريكا بالأمس بتعلن سفيرة في السودان بعد 25 سنة. يعني وصل السفير السودان الأمريكي لدى السودان أمس في الخرطوم. طيب وجودفري وصل كأول سفير لواشنطن في الخرطوم منذ 25 عام. ده وين؟ ده في وقت الانقلاب. ده بتين؟ ده مع الانقلاب. يعني انت بتتكلم عن انقلاب وامريكا دعم له. الان السفير جودفري وصل، وبحسب تصريح من السفارة الامريكية انه سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الامريكي والسوداني ودعم تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي. طيب أمريكا بترسل السفير الآن
إذن هي محترفة بالواقع ده والوضع ده. فبالتالي يا ناس المركزي والمجلس المركزي للحرية التغيير حقوا تتعاملوا بمنطق وبواقعية أفضل من كده عشان تقدروا تمشوا لقدام، لأنه حقيقة الوضع ده بالطريقة دي ما بيمشي ولا يمكن أن يفلح أو ينجح. ما في حاجة اسمها هزيمة انقلاب، الوضع ده كله وضع انقلابي منذ 11 أبريل 2019، وحتى اللحظة كله وضع انقلابي. نحن كل همنا الآن دارين نمشي للمرحلة نطلع للانتخابات شرعية، الشعب السوداني يختار، تجوا انتوا يجي غيركم يجي الشيطان، المهم يختاروا الشعب السوداني. لكن ما ممكن انت جاتك فرصة زي دي وضيعتها ولسه بتتباكى وعايز تضيع البلد، ما بتبقى يعني القصة دي كده غير ممكنة. طيب في ظل التبعات المرتبطة بالفوضى، فوضى القانونية، فوضى الأمنية السياسية، وفوضى الحكم، وفوضى الفترة الانتقالية، منها السجون والمعتقلات. احنا عايشنا وشاهدنا في السنوات الماضية دي حالة بتاعت ظلم كبير جدا وتفشي لحالة الظلم بشكل غير طبيعي. معتقلين سياسيين يسجنوا لثلاثة وأربعة أعوام بلا محاكمات، بلا تقديم لمحاكمات. شفنا الحالة دي كحالة طبيعية أصبحت في ظل الأزمة الحالية. طيب من ضمن هؤلاء الدكتور عبد الرحمن الخدر، وهو والي الخرطوم الأشهر ورئيس القطاع السياسي ما قبل سقوط النظام. تم اعتقال الدكتور عبد الرحمن الخضر في فترة ما بعد سقوط النظام، ولم يفرج عنه ولم يقدم إلى محاكمات. بعض من الأصدقاء والزملاء والعامة من الناس أقاموا يعني تدشين وأقاموا حملة باسم الحرية لدكتور عبد الرحمن الخضر، وكانت حقيقة محضورة ومشهودة وبعدد كبير من الناس. وكان في حديث سياسي مهم يخص الدكتور عبد الرحمن الخضر وآخرين غير الدكتور عبد الرحمن الخضر. طيب في الرسالة دي، هي رسالة لكل الناس حقيقة، إنه يا إخواننا ده وضع الحريات في بلدنا وده وضع العدالة، إنه في معتقلين سياسيين مسجونين الآن. نحن عايزين نتكلم الكلام العام، ناس زيل أفسدوا، قتلوا، نهبوا، سرقوا، عملوا أي حاجة. نحن نتكلم عن قانون، كل من ارتكب جرم أو خطيئة يقدم للمحاكمة ويحاكم أيا كان، لا كبير على القانون. لكن للأسف في البلد ما في قانون، لا في الفترة بتاعت التيهة الكبيرة اللي كانت موجودة فيها قحط على رأس السلطة وتسيد السياسيين المنظومة العدلية، ولا بعد سقوطهم في 25 أكتوبر. يعني إذن الأزمة في طرفين، الطرف الأول القوى السياسية المتطرفة، قوى اليسار ومن لف لفهم من البعث ومن غيره من القوى اللي جات بعد سقوط الإنقاذ، والعسكر الآن الممسكين بتفاصيل الحكم. يبقى المخرج الوحيد والأمل الوحيد هو في المنظومة العدلية والقانونية في البلد، نيابة العامة والقضاء، باعتبار هما دي المنظومتين المسؤولات بشكل مباشر من العبث اللي بيحصل ده. حتى الآن الثقة كبيرة جدا في هاتين المنظومتين، يعني باعتبارها منظومات حتى وإن حدث تدخل سياسي فيها وعليها، لكن في النهاية هي قادرة على أنها من جديد أنها تعود يعني لتحقق العدالة للناس، لكل الناس. طيب في رسائل في هذا اللقاء وفي هذا الحشد اللي دشن مطالبة بالحرية للدكتور عبد الرحمن الخدر الذي يسجن لقرابة الأربع سنوات بلا، ما بنقول بلا تهمة ولا بجريمة، دي بحدد القانون، لكن بنقول بلا تقديم لمحاكمة عشان يشهد عليها الشعب السوداني والناس بيشوفوا ما الذي ارتكبه عبد الرحمن الخضر ليحاكم فيه. إذا ارتكب حاجة يحاكم قدام العدالة، لكنه معتقل احتقال سياسي لأربع سنوات، ما لقوا له جريمة ولا لقوا له تهمة عشان يحاكم فيها. طيب كان في رسائل، الرسالة الأولى من أسرة الدكتور عبد الرحمن الخضر وكانت موجهة للناس الموجودين وللشعب السوداني. الرسالة قدمتها أول الكلمة قدمتها ابنة الدكتور عبد الرحمن الخضر رباب عبد الرحمن الخضر، اللي تحدثت في هذا اللقاء للناس
شكرت الناس وقدمت عرض لما يحدث لوالدة وللآخرين المعتقلين السياسيين، وكانت هنالك رسائل سياسية أخرى نعود لها. نستمع إلى كلمة رباب عبد الرحمن الخضر ثم نعود. أستاذ الحضور جميعا لمقاماتكم المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم أبي وأسرتي وعشيرتي أينما كانوا لكم التحية والتجلة على احتشادكم العنيق وتكبدكم مشاغ الحضور والمشاركة معنا. تقبل الله منكم وجزاكم الله كل خير. أبي العزيز وصحبتك الكرام الذين تتجافى جنوبكم على المضاجع، منكم من غدا نحبه ومنكم من ينتظر في حبسكم المتطامن، تحملون أرواحكم بين أكفكم، لا تهابون وحشة السجون ولا تخافون ظلام العدو، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدو. السلام عليكم ورحمة الله. لكم التحية والتهنئة الحارة لوقفة أخوانكم وأخواتكم القوية في هذه اللحظة، وهم يؤكدون أنهم معكم بقلوبهم ودعواتهم وجهدهم مناصرة ومساندة حتى النصر لقضيتنا العادلة بإذن الله، وإنهم على العهد وعلى الطريق، ما بدلوا وما مهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. الإخوة والأخوات الذين نظموا ورتبوا هذا الاحتشاد بهذه الصورة الطيبة التي تليق بالمناسبة مناصرة لقضيتنا، لكم من أبي ومن أسرتي ومن عشيرتي الشكر والثناء. إلى السادة في الجهات العدلية والقائمين على الأمر، قال تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. صدق الله العظيم. قضية والدي عادلة لا يختلف في عدالتها إثنان، والظلم ظلمات يوم القيامة. ثقتنا في عدالة السماء كبيرة، ثم من بعد ثقتنا في عدالة القضاء السوداني ونزاهته. هذه رسالة رباب عبد الرحمن الخضر ابنة المعتقل عبد الرحمن الخضر، ورسائل أخرى حقيقة. الحضور كان كبير من الفعاليات المختلفة، إدارات أهلية وطرق صوفية، قادة سياسيين، قادة مجتمع، وحقيقة تبعتها برضو بعض المظاهر من مظاهر المطالبة بالحرية في بعض المناطق، إذا كان في القضارف أو في كسلة للحرية، طلبا للحرية للدكتور عبد الرحمن الخضر اللي معتقل لأربع سنوات بلا جريرة وبلا تهمة وبلا تقديم إلى محاكمة إلا الكيد السياسي. يعني ما واضح جدا أنه في كيد سياسي، أنه في محاولة يعني إبعاد القيادات السياسية دي، ممكن لأنه عندها وزن سياسي وعندها حضور وعندها إنجازات، فبالتالي وجودها في الساحة بشكل حالة من حالات التوازن الجديدة أو الضغط يعني. فبالتالي من الأفضل للحالمين بالمكوس في السلطة أو التواجد على المشهد أنه يكونوا الأشخاص المغيبين يعني. لكن حقيقة القصة طالت، نحن نفهم أنه في معتقل سياسي يعتقل يعني لأنه هو سياسي، ما في سياسي يطلع للعمل العام ده ويفتكر أنه حيعيش يعني عمره كله يعني كده في نعيم وفي ظهور وفي كده، لا، المسألة دي عندها تكلفة وعندها ثمن يعني ومعلومة. وحقيقة الرسالة دي قدم البروف إبراهيم غندور في هذا اللقاء يعني أو في هذا التنادي للدكتور عبد الرحمن الخضر، قدم رسائل بليغة وكانت واضحة وصارمة وحاسمة من الدكتور أو البروف إبراهيم غندور، اللي قال بشكل واضح جدا إنه ويحكي عن حال المسجونين، فأنه كل من حكم هذا البلد كان له حظ زيارة سجن كوبر، بقت مرتبطة يعني. فما غريبة يعني، هو إذا كان الزعيم الأزهري اللي جاب استقلال البلد يعني واللي قدم هذه التضحيات إنه هو اعتقل وسجن يعني، فما في جديد يعني إنه سياسي يسجن، لكن ما بالطريقة دي كمان يعني، شوية كده يعني، ما خلوها كده شوية معقولة يعني. ممكن تعتقل لك طرف وشخص وزول لأربع سنوات وخمس سنوات بلا تقديم لمحاكمة يعني، وفي تحولات في البلد من وإلى من وإلى، وتجي تعتقل قادة غحت اللي كان شركاء لك وتسجنهم شهرين في سجن صوبة، سجن مريح ومهيأ وسجن يكاد يكون فندقي يعني للدرجة دي، وتجي تسجن آخرين بالطريقة دي يعني، القصة دي فيها ظلم. طيب الدكتور عبد الرحمن الدكتور إبراهيم غندور البروف إبراهيم غندور في هذا اللقاء ولقاء مناصرة الدكتور عبد الرحمن الخضر
قدم كلمة ورسالة للشعب السوداني طالبون فيها بعدم السكوت، ويعني استغرب السكوت الكثير والبلد بتواجه هذه الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية وأزمة التعايش حتى بين المجتمع السوداني يعني مع بعضه البعض. فكانت رسالته واضحة إلى متى يعني سيصبر الشعب السوداني على هذه الممارسات. يعني خلونا نستمع إلى هذه الرسالة السياسية اللي افتكر إنها في غاية الدقة وفي غاية الموضوعية والأهمية من البروف إبراهيم غندور، ثم نعود. رسالتي الأخيرة إلى شعبنا الصابر الصامد، إلى متى السكوت؟ خرب كل شيء، الاقتصاد، الأمن، العدالة، كل شيء في هذا البلد الجميل تم تخريبه. إلى متى صبركم على الذين يخربون وطننا حتى يسلموننا وطننا يسلموننا وطنا مقطعا مقسما، حتى الأهل والجيران تقسموا أحزابا وطوائف نتيجة لغياب قيم المؤاخاة وقيم المواطنة وقيم العدالة وقيم المحبة التي سادت بين شعبنا؟ إلى متى ننتظر؟ إخواني وأخواتي، إن العدل قادم، وإن عبد الرحمن بإذن الله خارج بإذن الله، وإن إخوانه أيضا هم أحرار قريبا بإذن الله، ولكن ستمضي هذه المسيرة حتى يخرج آخر مظلوم في سجون الظلم بإذن الله. جزاكم الله خيرا. هذه هي رسائل البروف إبراهيم غندور، رسائل الخبرة والممارسة والحكمة والنفس الطويل حقيقة، رغم الغضب البائن على حديثه، لكن فيه حكمة في أنه فاض بالناس، يعني أنه الصبر أصبح غير ممكن. الصبر كان عشان البلد تعبر وعشان ما تحصل أزمات وحروب وقتال بين الشعب السوداني، لكن يبدو أنه الممسكين والقائمين على الأمر ما قادرين يستوعبوا شكل الأزمة، فبالتالي هم مستمرين في الظلم والممارسة السياسية اللي حقيقة أنتجت هذا الواقع المأزوم اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وحتى اجتماعيا، لأنه دخلت للأسر وبين الناس. حقيقة في رسالة ثانية من غندور يعني في هذا اللقاء أيضا، وهي رسالة للحكام، رسالة تحذيرية ورسالة أيضا رسالة خبرة. أنا أفتكر أنه ما قاله غندور يصلح لأن يكون درس للناس عشان يعرفوا الحال والمآل، وأنه الأشياء ممكن تتقلب في لحظة وفي ثانية. يعني فبقول أنه ما في شخص يعني حكم السودان إلا زار كوبر، هذه كلها واضحة، يعني صادق المهدي، محمد عثمان المرقني، قبلهم الزعيم الأسهري. الرئيس نمير طبعا نفد، لأنه لما حصل انقلاب عليه وقام في أمريكا وجاي على السودان يعني أول انتفاضة يعني واستلام المشير سوار الذهب، بالتالي استقر في مصر حتى عفى عنه الرئيس البشير وعاد إلى البلاد معززا مكرما، فبالتالي نفد من القاعدة الثابتة حكم قصر كوبر ثم تخرج يعني أو لا تخرج على حسب. فغندور تحدث عن النقطة دي وقال كل الذين حكموا السودان دخلوا كوبر وخرجوا، لكن بيبقى إنه الظلم والإصلاح هو المقياس لأنك أنت فعلا تنجح في أنك تقيم العدل والعدالة. خلونا نستمع إلى كلمة غندور الثانية ثم نواصل. أقول لهم ما من شخص حكم هذا البلد إلا وزار سجن كوبر، وما من شخص زار سجن كوبر إلا وخرج منه. إن الذين هم الآن في السجون سيخرجون بإذن الله، ولكن أذكركم أنتم طال الظلم وأنتم ستزورون كوبر بإذن الله يوما ما، فأرجو أن لا تظلموا الآخرين. منظومة العدالة هي منظومة هي الأهم في أي مجتمع وفي أي بلد. رسالة الخامسة إلى حراس العدالة، إلى قضائنا العادل الذي نثق فيه، نظموا صفوفكم من الذين يظلمون. رسالتي إلى حراس العدالة من هم في النيابة، النيابة التي خربوها يوم أن تسيدها سياسي برع في ممارسة الظلم وهو الحبر. أقول لهم أقيموا العدل
ولا تلتفتوا إلى الذين يوجهونكم لتقيموا الظلم بديلا للعدالة. ورسالتي إلى منظومة العدالة، إلى القضاء الواقف، أخي درف لا تيأسوا من العدالة، إن لم تقيموا العدالة أنتم بكل الوسائل فلن يقيمها الناس. ولذلك منظومة العدالة في النيابة وفي المحاماة وفي القضاء هي منظومة متكاملة، علينا أن نحرص عليها وعلى حكامنا أن يحرصوا عليها. رسالة الأخيرة إلى شعبنا الصابر الصامد. هكذا تحدث البروف إبراهيم قندور عن العدالة وعن الممارسات اللي بتتم في الفترة السابقة واللي نتيجة لها وجود المظلومين في السجون حتى الآن، يعني ومنهم الدكتور عبد الرحمن الخضر الذي لم يقدم إلى محاكمة. الرسالة كانت واضحة في هذا الاتجاه، إلى أنه النيابة العامة والقضاء وجد يعني حظه من التخريب في الفترة السابقة لما يعني اعتلى على ظهر النيابة سياسي يتبع للحزب الشيوعي وهو تاج السر الحبر. حقيقة تاج السر الحبر وفترة تاج السر الحبر في النيابة العامة في السودان ستظل يعني علامة سوداء في تاريخ السودان والعدالة في السودان، في أنه اعتلى إلى هذه المنصة رجل بهذه المواصفات، رجل سياسي ومتعصب وينتمي إلى مكون سياسي مارس الظلم ومارس التنكيل ليس بالمظلومين وإنما بالعدالة نفسها. فتاج السر الحبر نقطة سوداء في تاريخ العدالة في السودان وعلى امتداداته، يعني ما زلنا نعايش هذا الوضع. يعني فتاج السر الحبر كان عبارة عن كادر سياسي بيمارس العقاب السياسي لخصومه، وكان مكتبه عبارة عن ملتقى للسياسيين شباب وغيره بالأحزاب، مؤتمر سوداني، حزب شيوعي، بعثيين، كلهم يجي يتلموا في مكتب النيابة العامة، افترض انه مكتب مقدس يعني، ويتفقوا يصفوا حساباتهم كيف مع خصومهم. يعني هكذا كانت العدالة في الفترة السابقة، فعشان كده بنربأ بالعدالة انها تنزلق الى هذه المنزلقات، لان احنا حقيقة في السودان ما عندنا حاجة غير العدالة. يعني احنا كل التعويل لانه النظام القانوني والمنظومة العدلية هي تكون بخير عشان نقدر نعبر بالبلد، ما في غير كده. طيب بالنسبة لموضوع الدكتور عبد الرحمن الخضر، يعني حقيقة كانت حملة ضخمة ولقاء كبير وكان محضور، وكانت عبارة عن تظاهرة سياسية يعني واسعة، وكان في مشاركات من كل الفعاليات المجتمعية من الولايات ومن غير القانونيين، من يعني الأسر الأصدقاء، كانت يعني كان لقاء كبير. طيب القضية كالآتي، هذا الرجل معتقل لأكثر من 3 سنوات لم يقدم إلى محاكمة ولم يعني يواجه بتهم عشان يمشي لساحات القضاء ويدافع عن نفسه، إما أن يدان أو يبرأ. دي النقطة الأولى ما حصلت. طيب لما تيجي تسأل إنه جريمة عبد الرحمن الخضر شنو؟ هل هو كان والي للخرطوم قبل 10 سنوات يعني؟ أو 6 سنوات أو 7 سنوات؟ بعدها تقاعد ثم عاد ليمارس نشاط سياسي عبر المنظومة اللي هو بينتمي لها، رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني. هل العقوبة لعبد الرحمن الخضر إنه هو الرجل الذي يعني قدم للخرطوم وللعاصمة والناس ما شافوا الحاجة دي إلا بعد ذهاب المنظومة السابقة، منظومة الحكم، عشان يقارنوا بين ما كان وبين ما هو موجود الآن؟ هل يعاقب عبد الرحمن الخضر للتنمية اللي حدثت في الخرطوم من شوارع ومن إنارة ومن خدمات ومن أمن غذائي كان موجود حقيقة في الخرطوم، طرق وجسور، شارع النيل الخرطوم، شارع النيل أم درمان، الحدائق العامة، كل الناس بيتذكروا الموضة بتاعت الحدائق العامة لما كانت مفتوحة لأول مرة في تاريخ السودان، إنك تلقى حدائق على مستوى عالي من التجهيزات والترتيبات في المناطق المختلفة مفتوحة للناس للترفيه، شارع المطار كيف كان، خدمات حقيقة قدمت، جسور وطرق وكباري، ده شيء طبيعي يعني، ما أي دولة مفترض أنها تقدم الخدمات لناسها. لكن لما تيجي لعبد الرحمن الخضر هل يعاقب لذلك؟ يعني
هل يعاقب؟ لانه الناس الان بعد الشيء شافوه الوضع الفيو العاصمه الخرطوم بدوا يتذكروا عبد الرحمن خضر كان بيعمل شنو، عبد الحليم المدعاف عمل شنو، حتى اخر والي عبد الرحيم حسين كان بيعمل شنو. ما الناس دايره تقارن. انت الان سمحت لها بالمقارنه تكون موجوده. على ماذا يعاقب عبد الرحمن الخضر؟ وانا افتكر العقاب الوحيد اللي ممكن يعاقب له عبد الرحمن الخضر الان انه يفرج عنه عشان يشوف العاصمه الخرطوم التي يعني تعب وهو والاخرين فيها وقدم فيها خدمات حقيقه تستحق. ما كنا نرى ذلك ولا نفهم الا بعد الشيء شفناه في الخرطوم، بعد ما كسر الانترلوك وبعد ما يعني تهدمت الشوارع واطفئت الاضاءه وخرب شارع النيل في الخرطوم وفي مدرمان وتوقفت التنميه وتوقفت المظاهر اللي كانت موجوده، مظاهر الخدمات والعمل الكبير. حقيقه رغم انه نحن ولمرات عديده بنشيد بالوالي الحالي والي الخرطوم الحالي اللي بحاول حقيقه احمد حمزه بحاول انه يقدم مجهودات رغم الوضع الصعب ورغم الظروف القاسيه يعني، لكن انا افتكر انه اذا عايزين نقول ونثبت جريمه للخضر ما حنقدر نثبت حاجه. ليه؟ لانه لم يقدم لمحاكمه حتى الان. واذا عايزين نثبت له فضل بنثبت له انه الرجل اللي في فترته قدم للخرطوم كما لم يقدم لها من قبل. كانت عاصمه بما تحمل الكلمه من معنى، في الشكل الجمالي، في التنظيم، في الترتيب، في الخدمات، في التعامل مع المشكلات اليوميه، في التفاعل له كشخص او كمسؤول مع المواطنين. خرطوم كانت بلد نظيفه، كانت جميله، في اماكن للترفيه، خدمات مقدمه، خدمات الصحيه، خدمات المواصلات، حقيقه كلها كانت حاجات قدمت. طيب هل نحن بنعاقب النازل لانه قدموا الشغل ده وقدموا الانجاز ده؟ اذا كان القصد كده فالشعب الان بعد الشيء الحاصل ده بقى يشوف، بقى يقارن وبقى يحدد. للاسف الظلم ده ظلمات في النهايه، فبالتالي نحن مطالبتنا تكون انه تتحقق عداله حقيقيه، النيابه العامه تطلع بدورها، القضاء يقوم بدوره، اي متهم يقدم لمحاكمه، معتقل اعتقال سياسي افتكر كفايه 4 سنوات لاعتقال سياسي يفرج عنه ويمارس السياسه يعني، يمارس شغله. ده ما ممنوع ولا محرم. اذا كان انت انقلبت على مجموعه سجنتها شهرين وفتحت فيهم بلاغات جنائيه اعفيت او توقفت، فبالتالي من باب اولى ان يكون في عداله في الظلم، حتى اظلم بعداله. لكن الشيء اللي بيحصل ده واضح ان فيها تصفيه حسابات بشكل واضح جدا جدا، وده ما بقدم بلد، ده بيزيد الازمه ويعني بيجعل الضغائن بين الناس وبيقسم المجتمع. لانه في النهايه الشخصيات دي او القيادات دي او المسجونين ديل عندهم امتداداتهم الاسريه والقبليه وعندهم امتداداتهم الحزبيه والتنظيميه والفكريه، فبالتالي المساله بتعمل انقسام في المجتمع ليس من مصلحه السودان ولا من مصلحه مستقبل السودان. يجب ان يساق الامر الى القضاء والعداله لتحقق المتهم والذي ارتكب جرم يقدم للعداله والبريء يخرج، لانه من حقه كمواطن سوداني انه يعيش بحريه مع اهله ومع اسرته ويمارس حقه الطبيعي كمواطن سوداني. يجب ان لا يصادر من اي شخص حقه في ممارسه حقوقه كمواطن طبيعي، له ما له وعليه ما عليه. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا اللقاء. حتى جد الملتقى في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.